اعلى محطة مترو الانفاق واسفل الكوبري مع شارع مصطفى منصور، شارع الزعفرانة حتى منشية الصدر، تقاطع شارع محمود شكري مع سرايا القبة، تقاطع شارع منظمة الوحدة الافريقية مع صلاح سالم، شارع رمسيس حتى مستشفى الدمرداش، شارع لطفي السيد حتى خلف مستشفى الدمرداش، تقاطع شارع امتداد رمسيس مع صلاح سالم، تقاطع شارع الجيش مع ميدان العباسية. 2. اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات يكفلها القانون حيال من يخالف ذلك. 3. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في أحداث ميدان العباسية والمحرضين على ذلك. 4. نهيب بجميع المواطنين الالتزام التام، مع التأكيد على أن القوات المسلحة سوف تتصدى بكل حزم وحسم لكل من يحاول مخالفة ذلك. حمى الله مصر وشعبها.